هذا الخيار زرعناه من البذري، من البذري زرعناه. مرحبا من جديد بعد مرور 42 يوم على زراعة الخضرة من البذور. مثل ما انتم شايفين عنا الخيار طلع، والكوسة كمان، والبندورة. هذا شتل البندورة زرعناه من جبناه شتل، طلع عنا بندورة مثل ما انتم شايفين. هاي البندورة بندورة بلدية كبيرة، وفي هون كمان الملفوف، زرعنا ملفوف وباذنجان. الباذنجان مزهر، وفلفل، وخس، وخس ليلكي، وخس عادي. وهذا الخيار، الخيار بعد مرور 42 يوم الخيار طلع عنا خيار، صار كبير. هاي الخيارة، هذا الخيار زرعناه من البذري، من البذري زرعناه. بعد مرور 42 يوم صار جاهز للقطف. طبعا في بعد عنا هون خيار، هاي كمان خيارة، وهاي كمان وحدة. هذول صغار بس كمان مناح للكبس، لكبس الخيار. الخيار بدك تقطفه يوم ويوم لا. ليه؟ عشان تلحق له، لانه رح يكبر بسرعة، وكل ما قطفته، هاي كمان وحدة، كل ما قطفته رح يصير عليه اكتر واكتر. هذا الخيار يكون منيح جدا للكبس. انا كان صار لي كم يوم مش فحصهم، قبل شوي عم بفحص فاكتشفت انه صار طالع وكبران. اهم نقطة لما بدكم تنقبوا الخيار اشلحوا من اجركو عشان ما تفقشوش الخيار، وشوي شوي عشان ما يخربش. هاي كمان وحدة، وفي ظهر، انتبهوا على الظهر يكت، لانه هذا الظهر هو اللي بده يطلع خيار. فبعد مرور 42 يوم طلع عنا الخيار ونبت. فرح افرجيكم كمان الكوسة، هدول الخيارات. رح افرجيكم الكوسة اللي زرعناها كمان من 42 يوم. هون الكوسة زرعناه بالاول بالقصيص وبعدين نقلناه، في فيديوهات بالقناة. هاي الكوساي صارت طالعة، وهاي رح يطلع منها كمان كوساي الزهرة. وهون هاي كوسة صغيرة، وهاي كمان. فهدول تقريبا كم يوم ورح يصيروا كبار. وهون زرعنا القرع، هاي الكبيرة القرع حاليا عم تزهر وتطالع عليها، يا شايفين. وهون في فقوس كمان، الفقوس حاليا بعده عم بزهر. وزرعنا كمان بطيخ، البطيخ بده وقت اكتر من باقي الخضرة، عم بمد حاليا، شايفينه كيف عم بمد. فهذا البطيخ بده وقت 90 يوم لمية وعشرين يوم من وقت زراعة البذرة. وهيك بنكون شفنا نتيجة من زراعة البذور تبعتنا. وهذا الباذنجان كمان هون زرعناه، ورجعت زرعت شتل بندورة وشتل خيار. هذا الخيار زرعته بالبذرة دغري بالأرض، وهذا هون الخيار زرعته
بالاول بالقصيص وبعدين نقلته للارض. فمفضل نزرع دغري بالارض، بذور الخيار او الفقوس او البطيخ. ليش؟ عشان دغري بكبر. فرح نفحص الخيار، بيوت الخيار منيح، ونشوف اذا في بعد خيار عليهم ولا لا. البندورة بعدها ولا استوت. هاي البندورة جبناها شتل، في منها شير صغير وفي منها كبير. هاي بعدها ما صارتش حمراء. هون هاي البندورة احنا زرعناها من البذور وزرعناها بالارض. بتمنى تكونوا استفدتوا من تجربتي. في فيديوهات بالقناة. يا كمان هاي كمان خيارة كبيرة، صارت كبيرة. الخيار إذا ولا بتنتبهوا عليه يوميا رح دغري الخيارة تكبر. وتفقدوه يوميا، وتفقدوه أكثر من مرة لأنه مش دايما بتشوفوا منيح. بتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا من تجربتي مع زراعة الخضرة، وراح ارجع اصور لكم باقي الخضار وقت ما يطلع البطيخ والكوسة والقرع. ورجعت انا زرعت بيوت كوسة من اسبوع ونص علشان يضل عندي كوسة، يضل الموسم الكوسة. زرعت الكوسة بالقصيص، مثل ما انتو شايفين هذا كمان رح انقلهم للأرض ويصيروا كبار. وهذا كمان تين عن أشجار التين. صحتين، وهنا ازرعوا وكلوا من أرضكم. هذا تين بياضي، فيش أطيب منه. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، تابعوني وتحطوا لايك واشتراك بالقناة لتشوفوا كل جديد. شكرا لكم.